الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا وفاء محمود السيسي من كلية تمريض جامعة عين شمس. بيساعدني إن أنا أدي نبذة بسيطة عن الكلية. إحنا الكلية عندنا تم اعتمادها كأول كلية في جامعة عين شمس في شهر 8 2011، وإحنا دلوقتي قدمنا للمرة التانية لإعادة الاعتماد. النتيجة لسه ما ظهرتش، إن شاء الله تظهر. الجودة في الكلية كانت فيها جزء بسيط إداري، وإحنا بنتعامل مع العاملين والإدارة علشان نحقق الجودة الكلية. لقينا تعاون منهم شديد جدا، وكان الجودة كانت أساسها الناحية التعليمية وأعضاء التدريس. كان فيها جزء بسيط للجهاز الإداري، لكن بالرغم من كده كان الجهاز الإداري كله متعاون. دكتورة سلوى عميدة الكلية في أحد الزيارات بتاعتها لقت إن في كلية العلوم جامعة القاهرة كانت مقدمة للأيجو، ده خلاها بصت للإدارة كبصة كنظرة مكملة للجودة. فجت عرضت الموضوع، ناقشنا فيه أنا وهي، لقينا الإدارة أو الجهاز الإداري على أتم استعداد إن هو يشارك طبعا، لأن هو حابب إن هو يتطور. العدد عندي بسيط جدا وعندنا عجز في عدد العاملين، برغم من كده هم حابين إن هم يشتغلوا. فسيادة العميدة عرضت الأمر على رئيس الجامعة، رئيس الجامعة وافق على كده، وبعدين قدمنا، جالنا 3 عروض. اخترنا عرض منهم كان يعتبر احسن عروض، وهي شركه الاستشارات الهندسيه، مديرها الدكتور عبده. ولما قدمنا ولقينا ان البرنامج اللي هم قدمه شامل جدا كل الادارات، شامل ان هو يقدم دورات تدريبيه للعاملين، ان هم يطوروا من نفسهم، هيتدخل في الهيكل التنظيمي اذا كان في عجز. فلقينا ان كل ده مكمل للناحيه الاداريه للجوده. فبالتالي احنا النهارده في صدد ان احنا نقوم بالعقد، المفروض ان هو يتم في خلال 6 شهور. هنسعى ان هو يبقى هو من 6 شهور ل9. احنا هنسعى بجهدنا كله ان احنا نقصر المده. احنا عندنا نظام يعتبر لحد كبير كويس، لكن احنا عايزين نطوره. فبالتالي هنشتغل باقصى طاقتنا علشان نكمل الاداره ونبقى اول كليه على مستوى جامعه عين شمس تاخد الايزو 9001 ل 2015. السلام عليكم.